السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده عشان دراسة الرياح في أي مكان، يعني وليكن مثلا نتكلم على اسكندرية مثلا، هتبدأ تشوف سرعة الرياح وتقدر تشوف الموقع بتاعها فين طول العرض، تقدر هنا من إرس تقدر تشوف المود الإير وين السبيس. ممكن تقول له انا عايز على ارتفاع كذا مثلا، الريح هتبقى عامله ازاي، درجه الحراره، فايه يجيب لك الرياح مع درجه الحراره بالشكل دوت. ممكن تقول له طب انا عايز اعمل اتش ار، عايز اشوفها ايه البروجكشن بتاعي، الماسكر بتاعي مثلا ده بالشكل دوت. نقدر نشوفها بشكل آخر، في أكثر ماسكة تقدر تشوف المنطقة اللي أنت عايزها،